السلام عليكم اخوان، فيديو جديد بعد غياب، بعد ما غبنا هاد المدة نتاع 3 اشهر او اكثر. رجعنا بهاد الفيديو. كنت خرجت انا والدري صاحبي، كنا مشينا للبلاصة نتاع الخيل فين كيديروا لي بلاد. انتما غتشوفوهم هاد الخيل كيتشكراو، كيديروا بهم الناس لي بلاد في الصيف بحكم المنطقة اللي أنا فيها هي بلاصة سياحية. الناس تيكونوا لي فامي هنا في الصيف، تيكونوا لي توريس بزاف، كتكراو هاد الخيل. جو كخوا شي 40 طور، ماشي نهار يربي، 40 طور للساعة ولا ساعتين، 40 أورو للساعتين. كيخرجوا مع وليداتهم هنا، حنا وصلنا عندهم كنشوفوهم راهم مجموعين في بلاصة واحدة. تبارك الله كاين اكثر من 51 واحد ولا اكثر. تبارك الله كاين جميع الانواع والاصناف، كاين لي بوني، كاين لي شوفو فرونسي، كاين بزاف نتاع الانواع. هذا بوني كنحكلو هنايا. انا جيت نقلب له على شي حاجه في الطوموبيل نعطيها له ياكلها، صح ما لقيت والو، لقيت غير واحد قشره البنان عطيتها له وكلها مستحيله. هنا غادي نلقى شي حاجه، لقيت غير وحده عطيتها له غير ياكلها. اتاي مو دي طون بير ديسمون ريغارد كو تو اون شوفا. عطي له هذا، عطي لي دوا. اه وي اتوصل لي دوا. عطي دون مونت مونت له مونت له مونت. عطي سيب لاش 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 لاش. ما شاء الله فيهم واحد الشوفة رائعة جدا، زعما اللهم يسر فيهم زوينة كترتاح. الشوفة فيهم كترتاح نفسيا، وزعما سي تان بون بروجي، بروجي تبارك الله رائع. اللي عنده ويديرهم بروجي واعر وختام. هو حنا كنا جينا حتى العشية، حتى طاحت الشمس عاد جينا كما كتشوفوا الظلام